بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر المسيح اللي بيعيد علينا الأيام. الإنجيل اللي تسمع النهاردة دي أول قراءة في هذا الموسم، الصوم الأربعيني المقدس، أول قراية بتتقال من الكتمارس اللي احنا هنقعد نصلي بيه لغاية جمعة ختام الصوم. يعني لفتة بسيطة، الكتاب ده كله بدايته الإنجيل النهاردة، فإنجيل النهاردة ما يتخدش بخفة. ليه؟ لأنه زي ما بقول لك ده العنوان اللي حطه الروح القدس والمنهج اللي هيقوم عليه الصوم الأربعيني كله. مش كده بقول لك نشكر الله اللي أعاد علينا الأيام وأتى بينا إلى هذا الموسم. حار الإنجيل وحنتحسس مع بعضينا إيه المنهج اللي حطوا لينا الروح القدس اللي احنا هنمشي مع بعضينا فيه في هذا الصوم المقدس. أجاب يسوع وقال لهم: اجعلوا إيمان الله فيكم. وفي ترجمة تانية: ليكن لكم إيمان بالله. لأني الحق أقول لكم إن من يقول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقول يكون فإنه يكون له. لأجل ذلك أقول لكم: كل ما تسألونه في الصلاة آمنوا بأنكم تنالونه فيكون لكم، ومتى قمتم للصلاة فاغفروا لمن لكم عليه لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم فأبوكم الذي في السماوات أيضا لا يغفر لكم ذلاتكم. والمجد لله دائما أبديا آمين. أربع آيات من إنجيل قديس مرقس إصحاح 11، أربع آيات ولكن فيهم منهجنا كله. خذهم واحدة بواحدة. أجاب يسوع وقال لهم: اجعلوا إيمان الله فيكم. طبعا عشان تفهم الإنجيل، الحدث اللي قبل كده على طول كان المسيح للمجد لعن شجرة التين، فهما معدين عليها تاني يوم شافها القديس بطرس وقال للمسيح: انظر الشجرة اللي لعنتها يبست من أصولها. فرد عليه المسيح: ليكن لكم إيمان الله فيكم. أي إيمان؟ يعني ما احنا كلنا مؤمنين بالله، وبعدين يعني هم المسلمين دول مش مؤمنين بأن الله واحد والله خالق؟ ما هم مؤمنين بالله، استغربش الكلام. طب هم الشياطين بتؤمن بالله ولا لا؟ الشياطين بيؤمنوا. إذن هنا لازم الواحد يلتفت شوية. أي إيمان المسيح بيقوله ليكن لكم إيمان الله فيكم؟ طب أنا بقى هنسى كل الدنيا وكل الناس واسأل نفسي أنا، هل أنا فيا إيمان بالله؟ إحنا صلينا كلنا قانون الإيمان، نؤمن بإله واحد، هل كده إحنا مؤمنين؟ حيبان قوي قوي المحك، وحيبان خالص الجاب الكبيرة جدا ما بين كلام المسيح واللي احنا حنا فيه. عشان كده بقول لك ده منهج هنكتشفه مع بعض دلوقتي. وبعدين عشان بس احسسك بالفجوه اللي احنا فيها، قال المسيح اللي عنده الايمان: اقول لكم انه يقول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون له.
إذن الإيمان ممكن الإنسان يقول للجبل انتقل من هنا فينتقل. طبعا الناس قالوا يعني مش قصده الجبال ومش عارف. لا قصده الجبال، الجبل الماونتن ده يتحرك، لأنه لما طلب من المسيحيين في زمن من الأزمنة إنه ينقلوا جبل المقطم وتحطوا في المحك ده، ما طلعوش منه إنه قالوا لا ده المسيح ينقل جبال الشهوة وجبال، لا لا، جبل جبل، فبالإيمان نقلوا الجبل. طيب ده اللي عنده الإيمان، فالمسيح بيقول ليكن لكم إيمان الله فيكم. طب وقع إن إحنا ما عندناش هذا الإيمان. طيب إيه الإيمان؟ إذن مين اللي يقدر ينقل الجبل؟ الله. فالمسيح بيقول لو عندك إيمان الله هتعمل أعمال الله. هبتدي أقرب شوية شوية من الإيمان، أو بدل ما أشرح أديكم مثل. تفتكروا المرأة نازفة الدم؟ عملت المرأة نازفة الدم دي؟ أمنت بالمسيح إنه حيشفيني حيشفيني. طب احتاجت إيه من المسيح؟ قالت أنا مش عاوزة منه حاجة. خلي بالك، أنا إيماني إن المسيح حيشفيني، فجت من وراه وعملت إيه؟ لمست هد بثوبه فبرأت في الحال. خلي بالك، جه المسيح قال لها إيه؟ إيمانك شفاك. هو مين اللي شفى؟ هنا بقى احنا هنبتدي. المسيح يشفي، لكن ايماني انا يشفي؟ ابتديت تحس. المسيح ينقل الجبل، لكن ايماني انا برضك ينقل الجبل. هقرب تاني. ايه الايمان؟ احنا برضك اتحفظنا كلام كده، هو الثقه بما يرجى والاقام بامور لا ترى. ده كلام. هنقرب شوية شوية للإيمان ونحط منهج لينا ونسعى فيه في الأربعين المقدسة. عمل الإيمان، جه المسيح كشف السر، قال إيه؟ قوة خرجت مني بسبب الإيمان. الست ديت كيف شفيت؟ خرجت قوة من المسيح شفت المرأة دي، بس مين اللي خرج القوة دي؟ إيمانها. إذن الإيمان هيخرج طاقة الله كلها تبقى في إمكاني. الله يشافي، إيماني هيديني إمكانية الله. عشان كده بقولك، أنا بحط كده الله الشافي، إيمانك شفاكي. إمكانيات الله هاخدها بالإيمان. طب مثل تاني عشان يوضح المعنى. تفتكروا بارتماوس الأعمى اللي مرة المسيح ماشي وقاعد يصرخ إيه؟ ارحمني يا ابن داود. طبعا ابن داود ده كنا نصرح إنه يسوع ابن داود، يبقى المسيح، يبقى آمن بيه على طول. اللي احتاس فيها مين؟ رؤساء الكهنة والفريسيين لغاية آخر يوم. الراجل الرئيسي كان استحلفك باسم المبارك إن كنت أنت ابن الله فقل لنا. ده على طول لقطها الأعمى، قال على يسوع ارحمني يا ابن داود. الرحمة دراه، هو اللي بيرحم. فجاء المسيح قال له إيه؟ إيمانك شفاك. قال له ماذا تريد؟ قال له أن أبرأ. لحط إيده ولا تفل في الأرض ولا صلى ولا عامل أي علامة. طبعا هنا الآية دي يعني بديعة جدا. إذن الشفاء كان في إيد مين؟ كان في إيد الراجل الأعمى، لأن المسيح قال له إيه؟ إيمانك شفاك. يعني هو لما يروح كده، لو سأل واحد، سألوه في البيت مين شفاك؟ يقول إيماني. ديكها المولود أعمى لما تفل المسيح وحط وقالوا له مين شفاك؟ قال له ما عرفش.
طبعا هنا يعني أعرج بس حتة، أصل لو كان الشفاء المسيح لازم يلمس بإيده كنا احتسنا نحن. طب ما هو مش موجود إيده النهاردة، خلي بالك، لكن الإمام موجود. برضك أعرج واطلع تاني، آخر آية عملها المسيح إيه؟ إنه أقام الميت لعازر من القبر. قومه إزاي؟ ده في عالم وده في عالم، يعني ده في عالم الأموات قومه بالكلمة لعازر هلم خارجا. فاطمن أوي أنا إنه ممكن المسيح وأنا في عالم وهو بالكلمة يقومني. ديكها بتاع ابن الأرملة ده وقف النعش ولمس، لا أنا مش عاوز إيده ولا عاوز يتف على الأرض، لا لا أنا عاوز إيه؟ إيمان، بس إيمان يستحضر قوة الله. حاجتين، المرأة نزفت الدم قال لها إيمانك شفاك، وبرتماوس الأعمى ده قال له إيمانك شفاك. إذن هنا لازم الواحد ينتبه قوي، شفت الإيمان بقى يعمل إيه؟ سؤال بقى، هل لينا إحنا إيمان الله؟ طبعا كل واحد حيبتدي يدخل بقى يبص لنفسه، لا أبدا ما عنديش أنا إيمان الله. ليه؟ لأن ما عنديش قوة الله في حياتي أنا، لا في أعمالي ولا في كلامي ولا في تصرفاتي. مش هو ده الله اللي بيتكلم، مش هو ده الله اللي يعني لما تشوفني بغضب مش ده الله، لما تشوفني بعمل لا مش ده الله، يبقى أنا ملياش إيمان. طب وبعدين بنحتاس في حاجات كتيرة وبنقلق من حاجات كتيرة وبنعول هم، لا مش ده الله. طيب هنعمل إيه؟ تاني أنا بس بحط المنهج وبحط الهدف الجول اللي احنا هنسعى خلاله من 40. بس حسيت معايا بالفجوة اللي احنا فيها، حسيت ان الكلمة اللي ابتدى بيها المسيح اجعلوا ايمان الله فيكم ما هي سهلة، فعلا احنا الايمان عندنا ضعيف خالص، بل وفي الكنيسة كلها ضعيف. بس انا ليش دعوه بالكنيسة؟ انا ليش دعوه غير بنفسي؟ أنا هنا الايمان بكل بساطة تعريف بقى جديد ليه من واقع الإنجيل، إنه بيستحضر قوة الله فيه. مرة المسيح قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، صح، من غير المسيح مش هنعرف نعمل حاجة، لا وصية هنعرف نتممها ولا فضيلة هنعرف نقتنيها، بدوني لن تستطيعوا أن تعملوا شيئا. ضيعنا عمر وجهد نحاول ننفذ وصايا المسيح، أبونا أنا بدين، أنا بشتم، أنا بتنرفز، وخد في تدريب مفيش حاجة هتنفع، مفيش تدريب روحية هتنفع، ما اللي ينفع؟ يحل المسيح بالإيمان في القلب. طب لو جدع أقول لي ما تأخذنيش في الكلام، اديني تدريب أبطل فيه النرفز، اديني تدريب ما أدنش، اديني تدريب، مفيش تدريب. مال في ايه؟ يحل المسيح بالإيمان. خلاص، يبقى بولس الرسول بقى كان ليه حق لأحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيه، هو ده الحل. عن تاني وبعدين الآية بتقول ايه؟ ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. شفت الإيمان بقى؟ شفت الآية جات حلوة ازاي؟ يحل المسيح بالإيمان في قلوب. يبقى هيجي المسيح إزاي؟ بالإيمان. وطاقة المسيح هتيجي جوايا إزاي؟ بالإيمان، في عمل المعجزات، في عمل كل حاجة، في نقل الجبال، في نقل الجبال، في تبطيل أبطل النرفزة، في طاقة المسيح في الغفران، في المحبة، في عدم الإدانة، في القلب المفتوح لكل اللي بيغلط فيه. هو ده. ابتديت تحس بقى دي احنا اتغربنا عن المسيح، بنبوس الايدين والرجلين الناس يتصالحوا مع بعض ومش نافع. ليه؟ المسيح مش موجود. بتتذلل الكنيسة للناس متخاصمين، محدش بيقبل. ليه؟
الذات هي الموجود، المسيح مش موجود. لو المسيح حل وبعدين تسأل أنت مؤمن؟ آه مؤمن. واقع الأمر لا، ما احناش مؤمنين، لأن لو حل المسيح بالإيمان في القلب أخذنا طاقة المسيح. تنساش إيمانك شفاك، ده الشفاء ده بتاع الله، أخذت الله بالإيمان هتغفر بقى. ما ليه ما مش عارفين نغفر للمسيء؟ أمال إزاي هنقول بقى المسيح يا أبتاه اغفر لهم؟ ده للمين؟ للي صلبوه. وصلبوا مين؟ ابن الله. دي إمكانيات الله. ضيعنا وقت نقول خلينا زي المسيح، لا مش هينفع، مش هتنفع، استحالة تبقى زي المسيح. ده لازم المسيح هو اللي يحل فيك وهو اللي يشتغل. لكن أنا أحاول أبقى زي المسيح استحالة. عشان بقول لك أنا يعني بستفيض في الكلام شوية، لأن أنا قدامي 40 مقدسة عاوز أوصل للمفهوم ده فيها. تغيير فكر خالص، إحنا مش هنجاهد عشان نكسب وصايا ولا نكسب فضائل ولا نبطل خطايا، لا، إحنا هندخل المسيح في قلوبنا بالإيمان وهم هو يعمل الأعمال. بدوني لن تستطيعوا أن تعملوا شيء. يعني العاوز يبطل أي خطية بدون المسيح مش هيعرف، ما تضيعش وقت. طبعا هنا الناحية النيجاتيف بقى اللي هي بدوني لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، حديكم قصة يعني أصعب. تفتكروا مرة المسيح راح الناصرة وبعدين خرج منها وقال إيه؟ لن يستطيع أن يعمل آية واحدة بسبب إيه؟ عدم إيمان. دي أخطر بقى. شوفوا لما تحط الاثنين أصابع، دي واحدة يقول لها إيمانك شفاكي، والتانية يقول لم يستطع. طبعاً عارفين يعني لم يستطع؟ يعني حاول وما تأخذنيش في الكلمة، ما عرفش، فشل. كلمة صعبة، بس فشل بسبب مين؟ بسبب عدم الإيمان. هل يستطيع المسيح أنه يدخل في حياة إنسان من غير إيمان؟ استحال، مش ممكن. طب كيف بقى يدخل المسيح بالإيمان؟ هنا بقى يبتدي الإنجيل يبان. لما قرينا الإنجيل ما كانش واضح الإيمان، وبعدين طلع على الصلاة العلاقة هتبان بقى. أنا عمال أقول الإيمان هيدخل المسيح، هيستحضر المسيح وطاقة المسيح وإمكانيات المسيح، وبدون إيمان لا يمكن إرضائه. طب أعمل إيه؟ كيف أدخل الإيمان؟ هنا بقى الإنجيل بديع. لأجل ذلك بعد ما خلص أقول لكم كل ما تسألونه في الصلاة آمنوا بأنكم تنالونه فيكون لكم. عرفت إزاي بقى يحل المسيح بالإيمان في القلب؟ بالصلاة، بالصلاة. بس أي صلاة؟ صلاة إيه برضك؟ يعني ما كل الناس بتصلي. تاني كل العالم بيصلي، كله عنده إله من أيام البشرية الأولى. وسمعتوا من كم يوم في قصة يونان، قوم كل واحد مطلع الإله بتاعه وصلي. قوم صلوا، الخليقة كلها بتصلي. بردك مش هطلع برا، لأنه في كيان البشرية الألوهة الروح، كل البشرية فيها نزعة إلهية. مسيحي غير مسيحي في اتصال بالله، فكله بيصلي. أي صلاة اللي بيقولها المسيح؟ وأي صلاة اللي هتستجاب؟ حار الإنجيل عشان ما أكلمش من عندي. لأجل ذلك أقول كل ما تسألونه في الصلاة آمنوا بأنكم تنالونه فيكون لكم. الصلاة هي اللي هتحرك الإيمان في القلب. كيف يحل المسيح بالإيمان في القلب؟ بالصلاة. طيب بس عشان أكمل الإنجيل وأكمل، أي صلاة تنفع؟ لا، قال في حاجة بتفسد الصلاة، هي إيه؟
ومتى قمتم للصلاة فاغفروا لمن لكم عليه لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات دلاتكم. وبقيتها أصعب، وإن لم تغفروا فأبوكم لا يغفر لكم. ساعات لما المسيح بيحط النيجاتيف بيبان أصعب. إن غفرتم طب إيه علاقة دي بالإيمان والصلاة؟ حاجة وحيدة هتفسد الصلاة هي القلب اللي غير غفور، القلب اللي بيدين، القلب اللي بيكلم عن الناس، القلب اللي مش قادر يصافح ويسفح، هتفسد الصلاة. هنا الواحد يرتفق، طب ما أنا عمال أصلي، ما احنا بنصلي كتير، لعل القلب مش صافي، لعل القلب فيه يعني غضاضة ناحية حد. وبعدين لأن أنا كبرت بعرف أداريها كويس، وبعدين لأن أنا ليا منظر فما ببينهاش يمكن. طب هنا بقى عاوز الواحد يفحص قلبه كويس قوي قوي، ليه لما بنقف نصلي الصلاة مش بتستجاب؟ قال المسيح وحط بصبعه عليه علة واحدة بتفسد الصلاة، إن القلب ما يبقاش طاهر، ما يبقاش صافي، ما يبقاش فيه غفران، شايل لحد، بيدين حد، مستصغر حد، مستعلي على حد، تفسد الصلاة. لو الواحد حط دي في باله في سهولة جدا هيصفح. ليه؟ عشان الصلاة تتقبل. طب هاخد ايه من الصلاة تتقبل؟ هيحل المسيح بالإيمان، هشوفه عيان بعيان، هيخش جواي، هيعمل كل المعجزات. شفتوا بقى؟ ايه رأيك بقى في المنهج الروحاني اللي حطه الروح القدس النهاردة في أول قراءة في الصوم الأربعين المقدس؟ هنصلي، هنصلي من قلب طاهر، وهنطلب إن المسيح يحل بالإيمان في قلوبنا. مش هندور على فضائل، مش هنجاهد ناحية خطايا، لا، هنجاهد في الصلاة من قلب طاهر لكي يحل المسيح في قلوبنا. لربنا المجد إلى الأبد، آمين.